مرحبا انا بك، خليتينا بلا لايف، مرحبا بك، خليتينا بلا لايف. ندير واحد مداخلة دغيا دغيا واحد وباش غادي مداخلة دغيا نكمل. دغيا وباش غادي نكمل. مرحبا. عرفتي اليوم السارعة خدماتني في الحقيقة، خدماتني ودارت لنا داك العكس ديالها وحطيت ليها الفيديو ديالها مزيان. داروا أغلاط، داروا أغلاط. فاش قالوا بأن هما عندهم رونديفو مع الطبيبة، هي قالتها في الأول وقالتها شحال هادي، قالت بأن عندهم رونديفو وراه حنايا فقنا مع العشرة وراه عندنا الرونديفو لأن هي ما تتنعش بالليل وبنهار. بنهار كتفكر بنهار كتفكر وبنهار تتقيل ناعسة باش تتقدي شي شغل راه قبيلة تتاوي في الطوموبيل. ما عليناش، هذه الأولى. الثانية أنهم فاش دوزوا لنا داك الفيديو ديال 14 دقيقة 10 دقائق دوزوا هير في الطوموبيل، شوية خرجوا على الموضوع، بداو تيهضروا في مواضيع أخرى بعيدة على داك الموضوع ديالهم. ومن بعد هو قال احنا غادي عند الطبيبة باش نشدوا رونديفو، وهي تقلبوا قالت له لا راه حنايا شدينا رونديفو ودابا غاو تنمشيو باش تعطينا رونديفو باش نبقاو نتسناو، وانتم عندكم فاس ماشي بحال حنا، وداك الشيء دورات له الهضره لانه هو غلط. معليش قلنا له غلطتي هذه جوج مرات وانت تتغلط، زيد تبع الكذاب حتى لباب الدار. من بعد قالت باننا احنا وصلنا عند الطبيبه واحنا دخلنا واحنا قالت لنا واش درتوا لي زاناليز، كاتبه قالت الكاتبة السكرتير اللي تتكون في الباب، ومشينا درنا لي زاناليز. وها لي زاناليز هادوك ماشي دي زاناليز، غير دي روسي. الروسي فيه الاسم ديال المختبر وفيه الريفيرونس ديال لي زاناليز ديالنا. اوكي، شديت انا هاد المعلومات كاملة ما اقتنعتش، اشنو غادي ندير؟ عيطت للمغرب، عيطت لواحد طبيبة جينيكولوج في المغرب. سلام سلام، قلت عندي واحد لوكا فيها واحد الأثمنة 330 وفيها 415 ديال لي زاناليج هادي. قالت لي شنو هادشي؟ وريتهم لها، قالت لي هادي سيتون أغناك، عندك شي واحد يأرناكيك ويقول لك خلص لي هادشي ما تيقش وداكشي. قالت لي هادو ما باين حتى شي حاجة، أعطيني لا ليست دي زاناليج شنو هما. قلت لها ما عنديش لا ليست دي زاناليج. قالت لي يا ودي راه هادو ناس تيتفلاو. قلت لها لا راه ماشي غادي يتفلعوا عليا ولا شي حاجه، وفسرت لها الموقف. قلت لها راه واحد السيده، انا في الاول ما قلت لهاش حامله، من بعد عاد قلت لها السيده حامله ومشات لعند السكرتيره، مشات عند السكرتيره اللي في الباب وقالت لها سيري ديري لي زاناليز قبل ما تشوفي الطبيبه. قالت لي صافي هاد السيده تتكذب، قالت لي بحال هكذا، قالت لي هاد السيده تتكذب. قالت لي حنايا الاطباء هذيك السكرتيره ما يمكن ليهاش تصيفط لي زاناليز. قالت ليها، قالت لي بان الا كان ان رونديفو تجي تدخل ديك السكرتيره اللي في لا ريسبسيون، شنو هي المهمه ديالها؟ تخلص وتقيد الاسم ديالها وتقول لها تسني النوبه ديالك في الساعه ديالك، ولا الا كانت لا صاله عامره تسنى من بعد تدخلها عند الطبيبه. الطبيبه هي اللي تتاخذ لا ديسيزيون. قالت لي اول حاجه يقد يكون حمل وهمي، هادشي اللي قالت لي الطبيبه. انا دابا هاد الطبيبه ما تتشوف لا يوتيوب لا والو، انا هي ما تتعرف لا سريعه لا جوج. انا هير قلت لها لوكا، قالت لي واش لوكا من ديالك وهادي صيفطها ليا تجي عندي على حسابي زعما ما تخلصش. قلت لها لا هاد لوكا ايزولي اف 3. قالت لي اول حاجه تيكون واحد الوهم وهمي عند المراه، وخصني نكون انايا لا ما شفتش القلب ديال الجنين تيضرب ما يمكن لياش نصيفطها دير لي زاناليز. قالت لك حتى تنتيقن بان الجنين اللي في الكرش ديالها راه حي ونبض، عاد تنشوف المعطيات تدير تاخد دي ميزور لذاك الفوكس، شوف شحال من سومان وشحال من هادي، عاد حسب داك المعطيات يمكن ليها تقول لها سيري ديري هاد لي زاناليز في هاد لا بيريود باش تكومباري. دونك قالت لي ما تيقش راسي دي زغناك تيتفلاو، وهاد السيده اللي تقول هاد الهضره وما دخلتش شاف الطبيبه راح تتكذب. قلت لها برافو صافي. وقالت لي علمت تهضر قول لي شكون وتجي عندي وانا غادي نتكلف بها وهادي وهادي وانا عارفه. قلت لها لا 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 هي نسي الموضوع
ودونك هذا عاوتاني تيزيد يتبين بان ديك السيده راه غير تتكذب. هذا بقات حاجه وحده بينات بان مشات دارت لي زاناليز ديال، وجات الورقه من عند شي واحد اخر، شي مراه حامله وحده اخرى عطاتها الورقه ديال لي زاناليز، هي مشات للابوراتوار قالت له بغيت ندير هاد لي زاناليز، تيديروا لي هادوك لي زاناليز، يديروهم ويخرجوا كاع لي زاناليز، ولكن لي زاناليز ديال الدم يمكن ليها ديرهم، ولكن هي في الحقيقه راه ما شافتش الطبيبه، وهي اكدت بانها ما شافتش الطبيبه، والطبيبه تتقول بانها ما يمكنش تصيفط واحد الباسيون يدير دي زاناليز دو سون بلا ما تكون كونسلتاسيون، يعني قال ضروري بزاف ضروري كلام كونسلتاسيون ضروري. طبعا كلام لان الطبيب اللي قلتي كله صحيح. فوالا هذه زعما قلت لك هضرت مع طبيبه تنعرفها مزيان قريبه ليا، لا بلا ما تقولها لك، رحنا كلنا دزنا تقريبا هادشي فوالا التجربة. بنادم يعني ماشي راه المرة الأولى والثانية الحمد لله راه ولاو دابا تحاليل أكثر، فهمتي؟ ولا شوية الدقة في، راك عارف تحاليل دابا تشوهات الدم. بزاف الحوايج تزادوا. ولكن الطبيبه راه ما تتاكد، ما تتعطي لي زاناليز حتى لا تتاكد من ليطا ديال لو فوكس، واش بطبيعة الحال كاين، بطبيعة الحال واش واش السيدة القلب ديالو كتقول لك، تيضرب والسيدة عندها 7 شهور بليكوغرافي، تقول ويلا بليكوغرافي غتبدا، ويلا هي غتبدا تدير في لي زاناليز. او امبوسيبل خلاتها دي لان امبوسيبل. الطبيبه قالت لي، قالت لي هذه الفكره ديال الحمل الوهمي، انا ما بغيتش نقول لها الحمل السيليكون وغادي ندخل عاوتاني بحال اللي مهبط لا لا القيمه لا لا ديالي قدام هاد الطبيبه. مزيان مزيان من اللي قالت لي راه كاينين شي وحدين تيكون عندهم واحد الحمل وهمي، تتقول لك انا حامله وهي في الواقع ماشي كاينين، ما ولكن حامله، هذه راه ماشي حمل وهمي، هذه راه باغا هذه راه توهم دابا السيليكون. انا بلاضي. قلت لك ما غاديش نقول راه السيليكون. الحال ما غاديش دكتورة، اللهم تسولها غير في الموضوع اللي انت باغي وصافي. اللي فيه وقالت لي لا بوسيبيليتي ديال لاغناك، قالت لي ردوا البال من شي وحدين تي ارناكي، والناس تيقولوا انا خصني فلوس باش ندير دي زاناليز باش ندير تحاليل، دونك واه هاي عاوتاني خدمة. يمكن بصح على قبل عاوتاني المحسنين هذوك المذنبين اللي كيصيفطوا لهم يلا يبانوا. وكاينه ريفيرونس تما ديال شي واحد يهز غير داك الروسي ويسكانيه ويامبريميه ويمشي لعند هذيك اللابوراتوار ديال السعاده اللي مكتوبه، مكتوبه لابوراتوار بفاس بلادريس وكل شيء، ويمد لهم الروسي ويقول لهم راه جيت ندي لي زاناليز، ويخرج لي زاناليز ديالو، ويخرج لي زاناليز ديالهم. زعما هذا الشيء زعما قلت لك لا كان شي واحد بغى يبحث عندهم راه يمشي لهم حتى اللابوراتوار ويدور مع شي فرمليه ولا يهضر مع شي هذا وتجيب له الحقيقه، ولكن حنا ما بغينا، بغينا نكذبوهم في اليوتيوب، ما نديروش دوك لي زون كات نمشيو نتبعوهم ولا نشوفوهم فين تيمشيو، ولا حدا شي واحد فين مشات بحال اللي قالت الاخت ماجده المراكشيه يتبعهم شي واحد للحمام، ولا كانوا تيمشيو للحمام. دونك هذه هي المداخله ديالي وشكرا. هذه واقيلا المنصه ديال ياسين ولا ديال سيمو؟ ولا ديال سيمو؟ ديال سيمو. مزيان مزيان شرشين سريعه والله يعاونكم انتم يا في لي فلوغ، في لي فلوغ ديالكم، في لي فلوغ ديالكم. يلا مدام خديجة، فرصة سعيدة ومرة أخرى إن شاء الله.